فارس الخطيب من تيم سورس ايضا. طبعا كانت امس الميزان مولع من فارس وعبد الله الهاجري. فارس طبعا لاعب قوي بالسترايك، ايضا عنده معرفه قويه في الجوجيتسو، اتى من الاردن للمشاركه في هذه البطوله ومنافسه عبد الله الهاجري. فارس عنده مباراه واحده فاز فيها، لعبها في امريكا، والان حضر الى الكويت لطبعا المشاركه في هذه البطوله الكبيره. نتمنى له التوفيق والسلامه. نشوف عمليه ايضا الفحص. والآن محارب الركن الأحمر عبد الله الهاجري. عبد الله الهاجري هذا الوحش المتفجر، نفس ما أنا دائما كنت أتكلم عنه، يمثل الآن كروس فايت جيم، لاعب قوي جدا ما شاء الله. جماهير، شوف الجماهير، شوف جماهير عبد الله الهاجري. عبد الله الهاجري مايك تايسون الجديد، مايك تايسون خلقة، ومايك تايسون نفس الجسم ونفس التفجر. راح نشوفه هذا اللاعب القوي الان، طبعا اللي فاز في بطولة جي اف سي 4 انتصاره كان قوي جدا. واحدث عبد الله الهاجري مثل لجميع محبي وممارسي هذه الرياضة، وصار الكل يتطلع على عبد الله الهاجري انهم بدهم يصيروا زيه، صار مثل اعلى لجميع الفايترز. واليوم كروس فايت راح يكون لهم مباريات اخرى في هذه الليلة. ركب لي هذا، ركب لي هاي، ركب لي هاي. أعزائي المشاهدين، جمهورنا جاهزين لهذا الفايت ولا مو جاهزين؟ باين عليكم مو جاهزين. اوكي، الوزن تحت 77 كيلو جرام بين محارب الركن الازرق من المملكة الأردنية الهاشمية ويمثل تيم سورس، الوزن تحت 77 والطول 172 سنتيمتر، متخصص في القتال المختلط، في رصيده مباراة واحدة فاز بها. رحبوا بالمحارب فارس الخطيب. والآن حرب الركن الأحمر من الكويت ويمثل نادي كروس فايت، الوزن تحت 77 كيلو جرام والطول 173 سنتيمتر، رصيده في الام ام اي فوز واحد بلا خسارة. رحبوا بالمحارب عبد الله المتفجر الهاجري. هذا الميزان حكم بيك درايف.
You know the rules. I do expect a clean fight. Protect yourself at all times. Obey my commands. If you want to touch him up, do it now. Let's fight. طبعا الشباب امبارح كان راح يصير في فايت بينهم اثناء الميزان. متحمسين جدا الاثنين بنفس العمر تقريبا. فارس 21 عام وعبد الله 20 عام. بدا النزال. اندفاع اللو كيك من محاوله لكمات قويه. شوف عبد الله شلون نزل ياخذ اللعب للمصارعه. عبد الله لازم يرفع ايديه فوق. برافو برافو برافو. التيك داون القوي. شوف يحاول انه يقلب الوضعيه الان فارس. بس تيك داون جبار كان ما شاء الله من عبد الله الهاجري. بس ما يضيع طاقته في البدايه. الان ركبه كانت من فارس. عبد الله لازم يرفع ايديه لفوق. لازم يرفع ايديه لفوق عبد الله. محاول يهوش وياخذ التيك داون عبد الله الهاجري. ضربات مستقيمه من عبد الله. خطافيه من الهاجري ومن فارس ولكن كانت طائشه. يحاول ياخذ الركبه عبد الله الهاجري مع القفزه. فرونت كيك من فارس. عبد الله لازم ما يبدا يتوتر. لكمات وركله في النهايه لو كيك من فارس. ايضا يمينيه اوفر ذا هاند باي فارس. لكمات قويه. ركله على الجسد من فارس ممتازه. راوند كيك. يحاول ينط ايضا وياخذ الركبه عبد الله الهاجري. هاجري لازم يبدا تكون ايديه فوق. الهابي يرجع الى الخلف. يحاول لسه لغايه الان الهاجري يجد المسافه المناسبه للسترايك. الهاجري بده ياخذ التيك داون. يحاول غلط الهاجري كشف. لكمات قويه من الهاجري. يحاول ياخذ السنجل. الان محاوله تنفيذ الجلاتين. ما زبطت. الهاجري ما شاء الله عليه. شوف الهاجري في هذا الاسقاط الجميل. حط نفسه في الماونت الهاجري. عزل الرجل. حاول يعطيه ظهره. حاول الهاجري ياخذ التيرتل بوزيشن علشان ما يقدر فارس يدخل ايده. اخذ التو هوك في فارس بشكل جيد. نشوفها من جهه اخرى. شوف مو على الرقبه. يحاول يتخلص عبد الله. مو راكبه مع فارس لغايه الان. عبد الله لازم يحاول يشيل رجل من الهوك علشان يعرف يلف نفسه. طالما انه الهوك اجرين فارس حوالين خصر عبد الله راح تكون صعبه على عبد الله انه يتخلص. عبد الله مش معطي رقبته لفارس وهذه نقطه جدا مهمه. ولكن ممكن فارس يخطفها في اي لحظه. لازم عبد الله يتفجر الان ويقوم. لكمات من فارس. عبد الله لازم يبدا يحمي نفسه بشكل اكبر. ضربه من الخلف من عبد الله. عبد الله الان نزلت الهوك. لف نفسك. يا سلام يا عبد الله. فارس ايضا لاعب. شوف كيف دفع. حط نفسه في موقف غلط. عبد الله اندفع. حاول الركبه. لكمات من عبد الله. يا عبد الله لكمات. حاول يرد فارس ايضا. صار شد وجذب في هذه المباراه. يحاول ياخذ التيك داون. يحاول ياخذ التيك داون فارس. لازم يلف اجريه عبد الله.
من اجري ما يكون فتح اجريه ويكون اجريه على مستوى واحد، لازم يلف اجريه عشان ما يصير الاسقاط اصعب. الحين ممكن ركب من فارس. اوه لكمه قويه من فارس، 10 ثواني على نهايه الجوله. لكمات قويه من عبد الله الهاجري. ممكن انتهت الجوله. الله انتهت الجوله بلكمات قويه من عبد الله الهاجري. يا عبد الله يا سلام عليك يا عبد الله، والله انك اسد. فارس يبدو انه في عنده مشكله. فارس ما بعرف اذا حيكمل الجوله ولا لا، ولكنه انهك من اللكمات القويه من عبد الله الهاجري. ابدع 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 عبد الله الهاجري. طبعا نزال الجوله الاولى كانت واضحه، سيطره عبد الله الهاجري في السترايك وسيطره عبد الله الهاجري في اللعب الارضي. فارس الحين في مازق كبير. طبعا المدرب الروماني من كروس فايت وايضا المدرب علي الفودري مدرب السترايك في النادي. شوف شوف الاعاده، شوف الاعاده. اللكمات القويه من عبد الله الهاجري انهكت، يعني صراحه الجرس انقذ فارس. لحظات على بدايه الجوله الثانيه. الحكم بيسال فارس هل انت قادر على انك تكمل، لانه فارس شفنا عليه دوخه شويه. فارس باين عليه تعبان. عبد الله الهاجري الان، عبد الله بدات الجوله الثانيه. راح نشوف اندفاع من عبد الله في اي لحظه، لازم يدير باله من الاندفاع لانه في ممكن ضربات كاونتر من اوه لكمه قويه. خلص 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 خلص، ممكن يخلصها عبد الله الهاجري. انهك. اوه لكمات قويه من عبد الله. يا سلام، شوف شوف، احمي نفسك يا فارس، احمي نفسك، لازم يحمي نفسه فارس الان. اوه الركبه، عبد الله مسيطر مسيطر. عبد الله تقدر تخلصها في اي لحظه، عبد الله يقدر يخلص النزال. صارت ملحمه قتاليه، لكمات قويه والله. فارس استحمل بشكل كبير لكمات عبد الله. عبد الله تعب نفسه كثير باللكمات، ولكن ايضا فارس لياقته في وضع لا يحسد عليه ابدا. اوه الابركت قويه، انهك فارس. ابركت قويه من عبد الله الهاجري. لكمات. اوه لكمات ايضا الان من فارس. فارس يتصدر المباراة. فارس الان بدأت ترجع له القوة. لكمات من فارس، تعب نفسه عبد الله، واحنا هذا اللي كنا خايفين منه. وفارس الان فرصته انه يستغل، لازم يطلع عبد الله من هذا الموقع. اوه عبد الله بدأ يسلم المباراة، بدأ يسلم المباراة. عبد الله عبد الله خذ اللعب للأرض. فارس كمل في هذه اللكمات راح تفوز. لو يكمل فارس في هذه اللكمات راح يفوز. اوه ملحمة قتالية، لكمات شد وجد. لازم تحضنوا يا عبد الله علشان الان تبدا تريح. فارس الان اجتك فرصة يعني قوية جدا هذه الفرصة. اوه نزل نازل، انتهت المباراة. انتهت المباراة.
الآن تكريم من قبل السيد رائد من شركة فروقي للإنتاج الفني شركة طارق العلي. حيوا يا جماعة المدير رائد حسن. عبد الله.